اليوم يعني احنا عيدنا بالليل صراحة، انا عيد بالليل، فقررنا الحين الصباح نسوي كبدة. صح صح. طبعا بعد ما نخلص نسوي الكبدة راح اروح اكيد راح اتروش او كذا، وراح البس وراح اوريك ملابسي وراح اوريك بشكل انك النهائي. تمام، بس انتم خلوكم معنا واحنا قاعدين نطبخ الكبدة. بس تمام، ترى اول شيء بصل. حبايبي انا طباخة ما اخاف. طبعا لازم احد معكم كبير عشان لو سمحت لا صار فيكم شيء معكم. أول مرة أطبخ بحالي. ترى هي جاية تشم ريحة اللحم. عندي معلومة، لا تعطون قطاوتكم لحم، وإذا بتعطون دجاج خلوا دجاج مسلوق. هذه معلومة بسيطة، شوفون أنا خبرة. لا رجعي رجعي. أنا معليش من المطبخ. رجعي كلي تبن. يس. كفو. شوفوا السرع، السرع تعلموا، مو اللي تخاف من الزيت واللي ما تكره ريحة البصل. شوفوا السرع، السرع تعلموا، مو اللي تخاف من الزيت واللي ما تكره ريحة البصل. شوفوا السرع، السرع تعلموا، مو اللي تخاف من الزيت واللي ما تكره ريحة البصل. شوفوا تسنى هي تطبخ. يا صباح العيد يا الحسن الفريد. يا الحين لي ساعة أتصور فيها، تطبخ فيها، تكبج، ما تشوفين؟ أتعمي فيها، تسنب فيها، تفرج.